هنتكلم عن الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر. احنا عندنا الترانسفورمر بيتقسم من حيث الكونستراكشن لنوعين، الكور تايب والشيل تايب. الكور تايب هتلاقي ان الحديد بتاعه واخد شكل مستطيل، تمام؟ بمعنى اصح هتلاقي فيه رجلين وقائمين، تمام؟ لكن هنا النوع اللي قصادنا ده هو الشيل تايب. الشيل تايب هتلاقيه هو عامل زي مستطيلين جنب بعض، فبالتالي فيه ثلاث رجول، ادي رجل الثانيه الثالثه. طبعا لو انت جيت بصيت ده الحديد اللي هو ده، ده الحديد بتاع الترانسفورمر، تمام؟ هتلاقي ان الملفات ملفوفه على الرجل اللي في النص والرجل اليمين والرجل الشمال، هتلاقيهم فاضيين ما عليهمش حاجه، تمام؟ تعالى بقى نبص على الكور بتاع الترانسفورمر. ده كده الكور بتاع الترانسفورمر. لو انت جيت بصيت على الكور بتاع الترانسفورمر هتلاقي ان الكور لامينيشن، تمام؟ متقسم شرايح، وهتلاقي ان هو بيضغط هنا على الشرايح من الناحيه دي ومن الناحيه دي بحيث ان هو يجمع الشرايح مع بعض. طبعا الشرايح بتبقى معزوله عن بعض عن طريق الورنيش او حسب طريقه العزل اللي هو هيستخدمها، تمام؟ برضو لو انت جيت بصيت هنا انا عايزك تاخد بالك من حته. لو انت جيت بصيت هتلاقي ان القائم، لو انت جيت بصيت شوف الخط ده كده، هتلاقي ان القائم مش متصل مع العرضه، لا ده هما بيتركبوا مع بعض او بيتجمعوا مع بعض، هما مش جايين حته واحده، تمام؟ يعني اللامينيشن وهي متجمعه هي مش الشكل كله مستطيل جاي مره واحده، لا ده القائم لوحده والجزء اللي فوق لوحده، تمام؟ فهو احنا عندنا زي ما قلنا اهو، هتلاقي ان الجزء ده كامل على بعضه بس الحته اللي فوق هتلاقي ايه؟ منفصل عنه. كده احنا خلصنا الكونستراكشن بتاع الترانسفورمر.